وأشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى التحديات السابقة والراهنة التي تواجه مصر، ومن بينها الأزمة الاقتصادية والأوضاع على الحدود مع ليبيا والسودان وقطاع غزة. وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة كانت تفقد نحو 10 مليارات دولار سنويا نتيجة سوء البنية الأساسية وحالة الطرق. هيبقى في تحدي للدول اللي زي حالتنا زي مصر كده، مش بس في التمويل. النهاردة مصر بقى لها يعني كورونا خدت سنتين، وده تحدي اقتصادي كبير جدا واجهنا، ثم بعد كده الأزمة الروسية الأوكرانية، ثم اللي انتوا شايفينه دلوقتي على حدودنا المختلفة في مع ليبيا ومع السودان وحتى دلوقتي مع قطاع غزة. وانتوا شايفين النهاردة الممر الملاحي اللي كان بيجيب لمصر تقريبا حوالي 10 مليار دولار سنويا، ده تراجع بنسبة 40-50%. يعني طب كل ده بيتم، والنهاردة المفروض أن الدولة المصرية ليها التزامات مع شركات بترول ومع شركاء تنمية ومع مؤسسات تمويل. أنا مش بشتكي يعني، لكن أقصد أقول ده الطرح اللي احنا بنتكلم فيه. إذا كان في تعهدات احنا كدولة مصرية حرصت على أنها تنفذها، التعهدات دي الالتزام بيها كان أموال ضخمة تم ضخها عشان نقول وإحنا قاعدين معاكم دلوقتي إحنا فعلا 15 مليون وحدة سكنية بيشتغلوا بالغاز، ونص مليون عربية أو أكتر بتعمل بالغاز الطبيعي، ولو في فرصة تمويل أكتر هنعمل أكتر من كده.